صباح الخير يا سلوى. يسعد صباحك رشا، كيفك؟ تمام، صباح الخير عن جد. يعني مبارح المطرات كانوا كتير حلوين، وإن شاء الله هيك يا رب الله يبعث الخير. آمين. ونفس الوقت يعني بعض الأحوال الطقس كانت صعبة على كتير ناس. الله يرحم الصبية اللي أكيد الله يرحمها توفت، وإن شاء الله ما نشوف مثل هاي الحوادث وهذا الإهمال مرة تانية. أكيد إن شاء الله يا سلمى تكون يكون هدول المطارات خير علينا وعلى كل حدا عم بيشوفنا، تكون بداية خير لنا، ويحمل هذا الفصل معه كل الخير، ومثل ما قلتي يكون هوين على الناس وتكون الخدمات مؤمنة. مشوارنا الصباحي بلش معكم لليوم فقرات ومنوعة وتقارير من المحافظات السورية، ولكن أكيد بدنا نرجع لعندك سلمى. يسعد صباحك عن جديد. خلينا نقول لكل يلي عم بيتابعنا بهالفترة أنه رح يكون معنا شيء طبي وشيء أيضا بين التنمية البشرية وغيرها بين الصحة والتغذية، ولكن كل هاي المعلومات مع ضيوفنا الاختصاصيين بعد ما نصبح عليكم بغنية. بداية صباحنا أكيد سلمى، خلينا نروح ضمن فقرة هل تعلم، خلينا نشوف اليوم شو أهم الأخبار اللي حضروا لنا يا فريق الإعداد. أكيد هل تعلم أنه عدد الدراجات بعاصمة الدنمارك كوبنهاغن أكثر من عدد السكان؟ وهل تعلم أن البحوث العلمية أثبتت أن الرغيف الأبيض والأرز الأبيض أقل بكثير في القيمة الغذائية من الرغيف الأسمر والأرز الأسمر؟ وهل تعلم أنه من بين كل بليونين شخص هناك شخص واحد فقط يمكن أن يصل إلى عمر 116 سنة؟ وهل تعلم أيضاً أن نوم الإنسان في مكان ليس مكتمل الدفء فإن احتمالية إصابته بكوابيس تكون أكبر، خصوصاً عند النوم فترة الظهيرة؟ وأخيراً، هل تعلم أن الذبابة تعد أخطر كائن حي على وجه الأرض نظراً لقدرتها على نقل النفايات والملوثات والجراثيم من مكان لآخر بسرعة فائقة؟ نروح لمؤتمر 36 للجمعية السورية لجراحة المسالك البولية بحضور أطباء من مختلف المحافظات السورية. خلينا نتعرف على تفاصيل هالمؤتمر بالتقرير التالي. بحضور أطباء من مختلف المحافظات السورية، أقامت الجمعية السورية لجراحة المسالك البولية مؤتمرها 36 على مدرج الباسل في مشفى الأسد الجامعي بدمشق. هذا المؤتمر يعقد بشكل سنوي بأحد المحافظات، هذا العام سيعقد في مشفى الأسد الجامعي. ما في محور معين يناقش كل مواضيع البولية اللي فيها جدل كبير، اللي فيها شغلات حديثة، ودائما احنا نحاول نتبادل المعلومات، نتبادل الخبرات بين كل الأطباء. دائما بشكل سنوي عقد مؤتمرات بكل الاختصاصات، يعني بما فيهم اختصاصات الجراحة البولية. عم نشوف نحن دائما مؤتمراتنا عم تكون نحن شوفي أبديت عالميا، يعني عم نحاول نحن نطبقه ضمن الإمكانيات والوسائل المتاحة في سوريا. ما فينا نطبق نحن مثلا شغلات ما أنا موجودة عالميا بس إمكانياتهم أكثر بكثير من عنا، فنحن عم نحاول ضمن الإمكانيات المتوفرة ناخذ أفضله ونطبقه حاليا في سوريا. المؤتمر تضمن ندوات طبية لمناقشة أحدث التطورات العلمية والبحثية في جراحة المسالك البولية. المحاضرات هتتناول النواحي العلمية الحديثة، مثلا محاضرتي رح تتناول زرع كلي عند الأطفال الذين ليس لديهم مثانة طبيعية، يعني هناك تشوه في الطرق البولية السفلية وتشوه، وهذا التشوه أدى إلى قصور كلوي مزمن عند طفل. فنحن يا ترى نزرع الكلية لهذا الطفل؟ طبعا لا يجوز نزرع كلية لهذا الطفل إلا بعد إصلاح الطرق البولية السفلية. هذا موضوع المحاضرة، وهناك محاضرين كثر يتكلمون عن حدثيات حديثة في العالم تتناول مجال الجراحة البولية والتناسل. إحنا هاي المؤتمرات بنسويها لتبادل الخبرات بين الأطباء، للتعرف على شيء جديد، بحكم إنه في أطباء بيطلعوا بيحضروا مؤتمرات خارج القطر، فبالتالي بيطلعونا على شو صار مستجدات بالجراحة البولية وتبادل الخبرات بين الأطباء، وكمان مشان موضوع التأهيل والتدريب.
التدريب للمقيمين لكما يكونوا على آخر اطلاع. طبعا احنا قسمين المؤتمر، قسم نظري وقسم عملي. قسم العملي الحالات السريرية النادرة اللي احنا شفناها بمشافينا، سواء مشافي التعليم العالي او مشافي الصحة. والقسم النظري هو المحاضرات النظرية اللي بتطور وبتفيد المقيمين. هذه اللقاءات السنوية مفيدة جدا من ناحيتين، العلمية والاجتماعية. الناحية العلمية بتبادل الخبرات بين الزملاء بمراكز مختلفة من العمل، وخاصة بتكون محافظات أقل مثلا مراكز يعني متأخرة نسبيا بالتجهيزات وكذا، بنشوف خبرات زملائنا وأساتذتنا، ولنشر المعرفة على مستوى الوطن كله إلى أهمية كبيرة. الشركات الدوائية المختصة أكدت على أهميتها لدعم المؤتمرات الطبية العلمية، بالإضافة إلى مواكبتها لتقديم أحدث الأصناف. نحن كشركة وطنية مهتمين كتير بالمشاركة مع كل الاختصاصات لدعم نشاطاتهم العلمية، لنقول أنه نحن موجودين، الصناعة السورية لساتها موجودة وبكفاءة وجودة عالية، ونحن كشركة وطنية متوفر عنا جميع الزمر الدوائية والأشكال الصيدلانية اللي بتهم مرضانا، وخاصة اختصاص الجراحة البولية. نفتخر بمشاركتنا بالمؤتمر 36 للجمعية السورية لجراحة المسالك البولية الذي يقام في مشفى الأسد الجامعي بدمشق. تأتي المشاركة لدعم هذه المؤتمرات، لدعم الصحة الاجتماعية. نحن نفتخر بهذه المشاركة، ولازم هذه المشاركة تكون دائما للشركات لأنه للنمو بالصحة الدوائية. الهدف من المؤتمر تبادل الخبرات العلمية ومواكبة ما هو جديد والوقوف على أهم التقنيات والتجهيزات الطبية الحديثة. بأول فقراتنا ومساحاتنا الصباحية اليوم نومنا نروح سلمى على الحسكة، طيفنا نروح على الشمال، على الشمال هيك السوري. اليوم قد ايه غني هذا الشمال بتراثه اللامادي، قد ايه بنسمع شعر بنقول انه لهجته كثير قريبه من القلب، بنسمع يمكن هيك تعابير والفاظ بتخص هذا المكان يعني، واحيانا هيك بنضيع بنقول شو معنات هاي الكلمه يعني. صحيح، وحلو الغنى والتنوع الموجود والتراث والفلكلور اللي موجود هنا. طبعا اليوم عم نحكي عن التراث اللامادي، هذا التراث اللي بيعكس الجو المجتمع السوري بشكل عام المتعدد الطوائف والثقافات، بكل منطقة في شيء خاص فيها بميزة عن المنطقة الثانية. اليوم هيك خصصنا ضمن صباحنا رح نتعرف على جزء من هذا التراث بمنطقة الجزيرة العربية السورية، وضيفنا لليوم هو الباحث في التراث اللامادي الأستاذ عايش الكلي. بدي لك سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يا هلا وسهلا فيك ويسعد أوقاتك. يسعد أوقاتكم. طبعا يحلو اللقاء بمن هم أهل للقاء، وترتسم على الشفاه كلمات الحب، فحبي لكم وللسادة المشاهدين أينما كانوا. شكرا فيك. خلينا نبلش مع حضرتك، اليوم عم نحكي عن منطقة غنية جدا ومتنوعة بالثقافة، وخلينا نبلش عن أهمية الموروث الثقافي بالجزيرة السورية. طبعا الجزيرة السورية والجزيرة الفراتية يصنفها المستشرقون قبل أبنائها بأنها متحف غني بالعادات والتقاليد الشعبية والموروث الشعبي، سواء الأغاني الشعبية، سواء الأشعار، سواء العادات الفلكلورية، كثير من العادات التي لها بعد تاريخي وتراثي وفلكلوري. فهذا التنوع الموجود في الجزيرة الفراتية بمكوناته الموجودة من عرب وكرد وأشور وسريان أعطاها طابع جمالي، طابع كحديقة أزهار ملونة ذات عطر جميل يحبه الجميع. وهذا الشيء دائما بخلي المجتمع السوري مثل ما قلنا بكل منطقة بتتميز عن الثانية بهذا التراث. اليوم حكينا عن أهميته، ولكن إذا رجعنا للقيمة خلينا نحكي عن القيمة اللامادية لهذا التراث. طبعا التراث كون هي تراث، بالبداية لابد أن نعرف شوي شو هو التراث. التراث هو
حضارات متراكمة أو بما يسمى ذاكرة شعوب. فيقول المثل الشعبي اللي نذكره من أبهاتنا وأجدادنا أنه المال ماضي ما له حاضر، ماله جديد ماله قديم، ماله جديد كما تسموه انتم بالشام يمكن، ماله قديم ماله جديد. اذا مات الماضي، اذا مات الماضي ضاع الحاضر. صحيح. اعطيك مثال، مثلا شخص مثقف على سبيل المثال فجاه فقد ذاكرته ومشى بالشارع، وين ايش يصفيها؟ بلا هوية بالضبط، لأنه اليوم هو التراث، هو هوية كل منطقة، كل صحيح. بلد، كل الشعوب معروفة عن طريق هويتها. هويتها شو هي؟ التراثية للمنطقة بالضبط. أكيد. لأن الحرب اليوم علينا هي حرب على الثقافة، هي حرب على الثقافة، حرب على الهوية، لإزاحة شيء وإدخال شيء ثاني. أكيد. لهيك أستاذ خلينا نبلش نحكي اليوم عن بعض مفردات الهوية التراثية لمنطقة الجزيرة. طبعا المفردات هي كثيرة، مثل ما قلت لك في الشيء المادي والشيء اللامادي. اللامادي مثل عندك الأغاني الشعبية، الهوسات الشعبية، العادات والتقاليد، الطقوس، القهوة العربية، طقوس القهوة العربية، العرس الشعبي. في عندك المادي هي المحسوسات الملموسات مثل العمارة الموجودة، الأدوات، أدوات الصيد، أدوات الطعام، أدوات الأسلحة القتالية اللي كانت في ذلك الوقت، البيت الشعر، الأزياء الشعبية الموجودة في منطقة الجزيرة الفراتية. وغناها، هذا الغنى وهذا التنوع بكل المكونات جعلها أجمل. أجمل. نعم. طيب ذكرت حضرتك التراث الغنائي والتراث الشعري والأهازيج، اليوم هيك إذا حبينا نأخذ أسماء هيك أغاني قديمة بتخص الجزيرة. بالنسبة للأغاني موجود المواويل الموجودة، كل المكونات الموجودة هناك، العتابة، النايل، أسويح، لهاي أنواع، المولية، اليايوم، القصيد. صرنا نشوف تجديد للتراث بصوت فرق جديدة، يعني لإحياء هذا التراث. كيف؟ صرنا نشوف فرق جديدة، شباب وصبايا رجعوا يجددوا الأغاني القديمة. هلا الأغاني القديمة هي روح المنطقة. التجديد مواكبة العولمة، مواكبة التطور، فصار في تجديد. ولكن نحن مهمتنا كباحثين، مهمة المجتمع، مهمة الدولة، مهمة أنه نحافظ على هذا التراث الشعبي لما فيه من نكهة تراثية عبق الماضي القديم. فهناك على سبيل المثال العتابة، مثال يعني دائما تغنى العتابة على آلة الربابة أو آلة المجوز أو الشبابة أو يعني أو بالأجهزة الحديثة اللي صارت، الأورغ، العود، الكمان، البزغ كمان اللي تواجد في محافظة الحسكة. مثلا أعطيك مثال على العتابة، عليل وعلتي من الجدم للهام، شو ربي خلقني مخصوص للهم، أنا بدرب الرفاقة رحت للهم وعضيت الشواهد والنياب. بالمجالس بالدواوين أحيانا يصير محاورة شعرية بين اثنين، فعلى سبيل المثال أنا أعطيك مو هي بذاته، ففيها شوي حداثة يعني حتى نقرب الصورة للسادة المشاهدين. في طالب مثلا على سبيل المثال يحب طالبة، فتجيء الظروف أنه هالطالب يرسب بالامتحانات أو بالاختبارات والطالبة تنجح وتتخرج، فيجي عليها يتكلم معها بده ينهي العلاقة، انه هو صار يخجل انه هي نجحت ورسب، فيقول لها امرك بايدك وانت حرة، امرك بايدك وانت حرة، قولي للناشد اللي يسأل، قولي للناشد نسيته، هو يحبني واني ما اشتريته، والويانة كانت صداقة واهل السوالف والحكي فسروها اني هويته، مصدق المثلش بتشذب، عندك جمال يهز ام تنقلب، هن يوم لو ثلاث لو اثنين يوم لو تنسين مشوارك تروحين، وتالي الوقت تالي تنسين المدلل الغالي، ونصير ذكرى بحياتك ويتبدل الجالي، امرك بايدك وانت حره، امرك بايدك وانت حره. ايش رايكم، توافق تظل تروح؟ شو
لازم توافق يعني لازم توافق كونه في حب لازم مع المرأة أنت. فردت البنت عليها على سبيل المثال قالت له أني حرة وأنت جناحي بكطير، أني صحراء ويمك ربيع أخضر أصير، واليوم جاي تقول لي أنت حرة؟ صدق الما يجر بلداي ما يعرفش مرة، وانت لداي ودواي يلتصيح بهواك عضاي، مو بيد يعوفك ولا بيد يهجر طيوفك، لا تقول لي ظروفك، أحبك 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 بكل الظروف، وشوف اسمك بقلبي ذي شوف، لا حكي عاذل يفرقنا ولا تقدر النسيوف، أحبك 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 بكل الظروف. يسلم هالتم. أنا مع الحب مو مع المرأة، أنا قلت لك ما لازم تتركه يعني. خلينا كمان اليوم يعني ونحن عم نحكي عن الشعر والدواوين، ما فينا ما ننسى الآلات الموسيقية اللي اشتهرت فيها منطقة الجزيرة العربية. حضرتك حكيت عن البزق، أيضا الطنبور، البلاغما، كتير آلات مشهورة هنيك وإلى صوت معين بتطبع الأغاني بهذه المنطقة. طبعا كما قلت لك في البداية، الجزيرة الفراتية غنية 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 بتراثها، ومنها الآلات الموسيقية. في عندنا الآلات الموسيقية هي البزق. نعم البزق يستخدمونه أخواننا وأصدقائنا الأكراد، معروف. البغلمة كمان يستخدموها أخواننا الأكراد، في الأورج، في الكمان، في العود، في من التأثر بالأتراك، تأثر بالسريان، تأثر بالآشوريين. نعم. استخدمت هذه الآلات في محافظة الحسكة أو في الجزيرة الفراتية. إذا إجينا على الجناحين الرقة ودير الزور، استخدمت فيها الشبابة. قديمة معروفة. الشبابة معروفة. الزمارة اللي هي كمان تأخذ نفس الاسم. المجوز، المجوز هو يكون من الخشب، من عودان الزان. المطبق يعني اللي هو نفسه المجوز. الطبل، الطبل هي آلة إيقاعية معروفة قدم التاريخ. الناي، الناي أيضا ما زال اليوم له شجون خاص ويستخدم في التخت الشرقي. يتميز آلة نفخية، يتميز بارتياح نفسي للناي، بشجون خاص وله طابع خاص. هاي بعض الآلات. الربابة، الربابة أول من غنى على آلة، أو ليس من الذين غنوا على آلة الرباب في محافظة الحسكة الآن هو موجود، كبير بالعمر طبعا، هو اسمه سعد سمير الحرباوي سلام الوافي. كثير من الأسماء ما بدي أدخل بمتاهات. في العتابة، أول من قال عتابة مثلاً، مو أول من قال، اللي ذكر العتابة في جزيرة الفراتية هو في عندنا الشيخ أو الشاعر عبد الله الفاضل، أيضاً قال العتابة انتشرت في الجزيرة السورية اللي هي ترافق الآلة الربابة. نعم. هلأ اليوم الجلسة كانت كتير، الحديث يطول مثل ما بنعرف دائما وقت اللي بنقول تراث ولا مادي، احنا عم نرجع بذاكرة وعم نرجع بهوية سورية قديمة، فنحن اليوم بحاجة لوقت أطول. استمتعنا كتير بوجودك، وكل كلمة قلت أكيد أكيد ما حتكون الوقفة الأولى، حيكون لنا محطات تانية بصباحات تانية. لنشكر حضورك اليوم، وأكيد سلامنا لكل أهلنا بالحسكة. أهلا وسهلا أستاذ عايش. شكرا لكم، شكرا لهذا الوجود الجميل، كل عام وأنتم بخير ووطننا بألف خير. خلنا نروح عبر اتصال هاتفي مع ضيفنا عبر الهاتف المتنبئ الجوي حسان الجردي. خلينا نعرف اليوم كيف حتكون الطقس، حنشوف الأمطار، حنشوف بكرة شو رح يعمل. صباح الخير أستاذ حسان. صباح الخيرات، يسعد صباحك يا أخي. يسعد صباحك يا سهلا. أهلا وسهلا. خلينا هيك نروح مع حضرتك برحلة هيك سريعة بآخر أخبار الطقس، المنخفضات، الله يبعث الخير. شفنا اليوم امبارح كميات كتير كبيرة من الأمطار. هلا بداية صباح الخير من جديد لإليك. يا هلا. الأخبارية السورية، الهطولات المطرية كانت عامة وشاملة، وخيرات السماء بكافة جغرافيا السورية كانت موجودة، كانت موجودة بقوة خلال هيدا المنخفض اللي أثر على المنطقة خلال اليومين الماضيين، وكان مرافق له كتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة. أكبر كمية هطول حتى الآن خلال فترة المنخفض كانت بمحافظة اللاذقية تحديدا، جاوزت كمية الهطول خلال اليومين الماضيين 142 مليمتر. أغلب الهطولات كانت غزيرة ومترافقة بحبات البرد والعواصف الرعدية. كان في هطولات ليلة امبارح متفرقة بأغلب المناطق،
العاصمة دمشق كان فيها 7.5 مليمتر تقريبا بالكوميترا 20 سرغاية 40 مليمتر بدرعة مانس سويداء 10 مليمتر حمص وحمى المنطقة الوسطى تقريبا 26 مليمتر بالسلمية بالبادية السورية 27.5 مليمتر إذا بنروح على الجزيرة بالقامش 6 مليمتر بالقرداحة 63 محافظة طرطوس بمركز المحافظة كان مبارح 27.5 مليمتر أكبر كمية هطول ليلة مبارح كانت بطرطوس بدوير رسلان 83 مليمتر وبمحافظة اللاذقية ليلة مبارح كانت أكبر كمية هطول بشلامة 75 مليمتر بحلب المدينة كانت تقريبا 10 مليمتر اليوم بضل المستمر معنا تأثير الكتلة الهوائية الباردة نسبيا والرطبة المرافقة للمنخفض الجوي وتظل مستمرة معنا حتى ساعات المساء والليل لهذا اليوم بفعالية أقل مما كانت عليه خلال اليومين السابقين والأجواء بشكل عام بتكون غائمة إلى غائمة ماطرة على مناطق متفرقة من البلاد الهطولات بتكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد ببعض الأحيان خاصة بالمنطقة الساحلية والشمالية الغربية من البلاد أما الرياح رح تكون غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات ممكن تتجاوز سرعة الهبات ببعض الأحيان 60 كيلومتر بالساعة تحديدا بالمناطق الجنوبية والحرارة عم تكون أقل من المعدل من 3 إلى 6 درجات مئوية بأغلب المناطق هلأ تأثير هيدا المنخفض والكتلة رح يبلش بالانحسار بشكل تدريجي عن المنطقة خلال ساعات صباح يوم الأحد نهار بكرة بتكون الأجواء غائمة جزئيا الحرارات بتميل للارتفاع بشكل تدريجي فتضل أقل من المعدل من 2 إلى 5 درجات مئوية بأغلب المناطق والبحر بيكون متوسط بيتحول إلى خفيف ارتفاع الموج في بعض الأحيان بيستمر معنا حالة الاستقرار هي لفترة زمنية بسيطة بعدين بيكون عندنا حالة عدم استقرار ضعيفة نهار الثلاثاء حق خصوصا خلال ساعات المساء والليل وبترجع الأجواء متقلبة ما بين حالة عدم استقرار وحالة بتكون غائمة جزئيا يومي الأربعاء والخميس مع ارتفاع على درجات الحرارة لحتى تكون أعلى من المعدل نهار الخميس بحوالي 1 إلى 3 درجات مئوية درجات الحرارة المتوقعة بدءا من العاصمة دمشق لليوم 15-7 القنيطرة 13-5 القلمون المرتفعات الجبلية 10-4 درعا 14-6 سويداء 13-7 المنطقة الوسطى خمس وحماة 15-7 بالساحل السوري اللاذقية وطرطوس 20-14 بالشمال حلب وإدلب 16-7 منطقة الجزيرة محافظة الحسكة 14-7 دير الزور المنطقة الشرقية 18-7 الرقة 17-7 بالبادية السورية مدينة تدمر 15-7 دائما بهذه الحالات عدم الاستقرار نوجه خدمة من التحذيرات خصوصا منحذر من شدة الرياح اللي بتتجاوز 60 كيلومتر بالساعة بالمناطق الساحلية والجنوبية تحديدا منحذر من غزارة الهطول المطري وبيؤدي إلى السيول بالأماكن المنخفضة والمنحدرات منحذر من تشكل الضباب وانخفاض بمستوى الرؤية الأفقية صباح يوم الأحد والإثنين نتيجة الاستقرار بده يرافق حالة الانحسار والمنخفض الجوي عن المنطقة فهي التحذيرات من وجهها دائما خصوصا الضباب رح يكون بأغلب المناطق أكيد. الداخلية أكيد كمان بنضم صوتنا لصوتك بالتحذيرات أستاذ حسان بدنا نتشكرك على مجمل ما خبرتنا فيه من أحوال الطقس اللي حتكون بالأيام القادمة شكرا لك شكرا لك استاذ حسان الجردي كنت معنا عبر اتصال هاتفي اما هلا نحن وصلنا لثاني مساحاتنا بصباحنا غيره هلا رح نروح لمساحتنا الطبيه سلمى اكيد رشا كثير بنسمع عن الناس اللي بتنصاب بامراض بيقرر الطبيب انه هي ناتجه عن سوء التغذيه وبالتالي رغم انه هن ممكن يكونوا بيتناولوا كميات كبيره من الطعام الا انه هذا الطعام بمجمله وما بيكون فيه القيم الغذائيه او التغذيه الصحيحه اللي بحاجة إلى الجسم والعكس صحيح سلمى بنسمع بناس كتير بتقلك أكل كتير خفيف بس أنا يعني وضعي صحيا كتير ممتاز بعكس الأشخاص اللي بيأكلوا كميات كبيرة ولكن ما بيكون في هدول العناصر الغذائية المهمة للجسم هدول القصص قدي مهم اليوم نحن نبعد عن سوء التغذية قدي في أمراض نحن رح نبعد عنها كمان وقت بيكون غذائنا صحي ومنظم أكيد حنروح بهذه الفقرة نتعرف أكثر شو نحن قادرين ضمن هاي الأوضاع ناكل ونستفيد من هاي الأكلة بأقل الإمكان بيقولوا مع ضيفتنا لليوم اخصائيه التغذيه بوسينا ال محمد صباح الخير يا بوسينا يسعد صباحكم صباح النور يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك اهلا فيكم بدايه لحتى نقول انه هذا الشخص بيعاني من سوء التغذيه او المشاكل الصحيه اللي عنده هي ناجمه عن سوء التغذيه شو هو سوء التغذيه بالاساس
سوء التغذية بيشمل مصطلح سوء التغذية كل الحالات، كل أشكال نقص الغذاء، من نقص وزن بتسبب نقص وزن أو حتى زيادة وزن أو حتى نقص بالمغذيات الدقيقة أو مدخول الطاقة اللي داخل الجسم. سوء التغذية بيشمل ثلاث حالات، الحالة الأولى هي نقص التغذية، الحالة الثانية هي سوء التغذية بنقص المغذيات الدقيقة مثل الفيتامينات والمعادن، والحالة الثالثة بتشمل السمنة والأمراض غير السارية مثل السرطانات، بعض أمراض الرئة وأمراض القلب وسكتة القلبية. حكينا بشكل عام تعريف لسوء التغذية شو هو، خلينا نحكي اليوم عن الأعراض. كيف اليوم شخص قادر ينتبه لوضعه أنه أنا اليوم وضعي الصحي في شيء مو صح، أو نحن بجوز بالعين المجرد يسلم أحيانا نشوف حدا في شاحب عنده شوية هيك اضطرابات وجهه بنقول في سوء تغذية. اليوم طبيا كيف واحد بيقدر يميز بالقصة؟ هلا غالبا نقص المغذيات الدقيقة، الفيتامينات والمعادن، كل نوع من الفيتامين المعين أو معدن معين بيظهر على الجسم بنقصه، بيظهر بشكل بيعبر عن نقصه. مثلا عندنا نقص مثلا فيتامين آ، يعني منظمة الصحة العالمية أوصت بأهم العناصر اللي بتأثر على الصحة العالمية عموما اللي هي فيتامين آ والحديد واليود، هنون أهم العناصر لازم ننتبه لها كنقص. ثاني شيء شعور بالغالب الأحيان بالبرودة، غالب حتى لو كان الجو معتدل، هدول الأشخاص كمان لازم ينتبهوا أنه ممكن يكون عندهم سوء تغذية. ضعف الذاكرة ونقص المناعة، سرعة الإصابة بالأمراض، كلها إشارات بتدلنا على وجود سوء تغذية لدى هذا الشخص. طيب خلينا نحكي كمان اليوم كيفية تشخيص سوء التغذية. هل في تحاليل معينة لازم يجريها الشخص؟ وخصوصا بنشوف في ناس ممكن بياخذوا كورس فيتامين، مع هيك بعد فترة بتستمر هاي المشكلة عندهم، ما بيستفيدوا، بنلاحظ نفس الأعراض اللي كانت موجودة، وإذا كان في ارتفاع بنلاقي ارتفاع بسيط بالنتائج. تماما، تشخيص بيتم حسب الحالة اللي عندي. ما هو سوء التغذية حكينا انه ثلاث حالات، فحسب الحالة اللي عندي انا بشخص سوء التغذية. اول شيء عندنا تشخيص بالمعاينة العينية، يعني الظاهرية. مثلا عندنا اذا كان سوء التغذية مرتبط بنقص التغذية، فعندنا ثلاث حالات. عندنا حالة الهزال اللي هي نقص بنلاحظ على الشخص نقص الوزن بالنسبة للطول. عندنا التقزم، حالة ثانية من سوء التغذية اللي هي قصر القامة بالنسبة للعمر. وعندنا انخفاض الوزن او النحافة، ما هي مستدلة عليها بعملية حسابية اللي هي بدي ماس اندكس اللي هو مؤشر كتلة الجسم، بعملية حسابية اللي هي تقسيم الطول، عفوا الوزن على مربع الطول بالمتر، فبيطلع عنا هذا الرقم. إذا كان مثلا 16 بيدلنا على أن هذا الشخص يعاني من نحافة، إذا كان 14 هون نحافة شديدة. الفحوص المخبرية، ممكن نحن نطلب فحوص مخبرية للفيتامينات، نسبة الفيتامينات بالجسم، نسبة المعادن وجميع المغذيات الدقيقة، هيك بنشخص المرض يعني غالبا. طيب حكينا عن الكبار اليوم كيف نحن قادرين نشخص هذا المرض وشو ممكن الأعراض اللي تدل أنه اليوم عند هذا الشخص سوء تغذية. خلينا نروح شوي للأطفال والرضع، يعني كمان نسمع كتير بهاي الحالات، نشوف حالات بيقول لي طفلي عنده سوء تغذية. اليوم الأعراض بتتشابه مع الكبار أو لا في شيء خاص فيهم؟ أكيد الأطفال لهم شيء خاص بالأعراض. منلاحظ ضعف بالنمو عند الطفل، بيضل الطفل كحجم كطول عنده ضعف أو غير أقرانه اللي تغذيتهم سليمة. كمان عندنا ضعف بالتطور المهارات الحركية، يعني تأخر بالتسنين، تأخر بالجلوس، تأخر بالزحف. تمام. كمان عندنا الأطفال بنلاحظ اللي عندهم سوء تغذية عندهم خمول دائم، قلة نشاط وقلة حركة. معروف على الأطفال أنهم نشيطين، فلا الأطفال اللي عندهم سوء تغذية بنلاحظ الخمول وضعف بالحركة عموما. يعني عم نحكي عن أي عمر هون؟ هون بالعمر بالأشهر لحتى 3-4 سنين، يعني بنلاحظ هاي الأعراض عليهم. سهولة إصابة بالأمراض كمان. طيب خلينا نحكي عن العلاج. يعني بعض هاي الأمراض اللي حكيتي عنها هي الأساس فيها الغذاء، نوعية الغذاء والحياة كلياتها من الطفولة حتى الكبار بالسن. خلينا نبلش نحكي كيف ممكن نبلش نبني نظام غذائي سليم. تماماً.
العلاج بيشمل ناحيتين، العلاج المنزلي او الشخصي انا فيني انا اعالجه بالمنزل ما داعي للمشفى، اللي هو بيشمل انه انا تكون نظام حياه صحي بالكامل، حصول على المغذيات الدقيقه من الفواكه والخضار، تناول يوميا ما لا يقل عن 5 حصص من الفواكه والخضار لتجنب عوز الفيتامينات والمعادن، انتباه لكميه البروتين لانه يعني البروتين اساسي في بناء العضلات والبناء الأنسجة، تمام، وحصول على مصادر الطاقة من المصادر الغذائية، مثلا السكريات من مصادر السكريات النشويات المعقدة، ما روح على الفاست فود أو السكر البسيط اللي فورا بيطلع بيرفع سكر الدم. فنظام الحياة الصحية تناول الوجبات، يعني يكون الطبق اليومي غني شامل العناصر الغذائية كافة من خضرة لفواكه لنسبة بروتين، كل الحصص تكون بكل وجبة أنا محتاجتها. بينما في حالات سوء التغذية الشديد هون أنا بحتاج لعلاج بالمشفى، فهون بالمشفى بيتم خفض درجة الحرارة أو أنه خليها تكون سوية درجة الحرارة مناسبة للشخص، بيتم إعطاء أو توازن الشوارد مثل المنغنيزيوم والبوتاسيوم، إعطاء شوارد، إعطاء كمان محلول السكري، واهتمام بكمية السوائل أيضا اللي بياخدها الشخص، العلاجات بشكل عام. طيب حكينا بشكل عام عن طريقة العلاج إن كان بالتغذية وحسب الحالة إذا كانت بالأول وإذا اشتدت، ولكن اليوم نحن بنرجع بنأكد على فكرة أنه ضمن الظروف اليوم نحن بحاجة لأمور أبسط، يعني اليوم كرمال كل أسرة تقدر تقدم لطفلة المكملات الغذائية الصح، فاليوم هيك إذا بنحكي عن ثقافة طبية، ثقافة للغذاء الصحي، ما عم نحكي أنواع، عم نحكي عن ثقافة، شو ممكن اليوم نوجه للأسرة؟ منبلش بالتثقيف من الأسرة لحتى نحن نحصل على مجتمع معافى تماما، صحيح. فالتثقيف كتير ضروري بالأسرة، نبلش من الأسرة الصغيرة، من الشخص نفسه، من الفرد نفسه، يبلش أنا عندي وعيه تغذويا، أنه فهمه شو هي العناصر اللازمة لجسمه يوميا، دلوا على الشيء الأكلات الصحية أكثر اللي بيعتمد عليها أكثر، وخاصة بالأعمار الفترات يعني الأولى من العمر تماما، فهو من صغره لازم أنا ابني عنده ثقافة تغذوية بحيث أنه هو يكفي على نفس الطريقة، هو النظام بشكل عام من الصغار بده يطلع الطفل يوم متعود أنا هاي الأكل بتفيدني، صح، يعني تماما فأنا بعود طفلي بحببه بالخضار والفواكه، أهم شيء لغنية كتير بالفيتامينات والمعادن، لازم أنا كمان زود حصص البروتين عند الأطفال لأضمن النمو، فمنذ الصغر هو بيتعود أنه هذا هو عم يحصل على مصادر الغذائية من مصادر غذائية صحية وليست سكريات مصنعة أو معلبات أو أي شيء بيضر. فطبعا من أهم الأشياء اللي لازم نحن ناخذها بعين الاعتبار أنه التثقيف منذ الصغر ومن الأسرة نفسها بصير عادي في مبارك. طيب خلينا نحكي عادة قديه بده وقت ليتم بناء مثلا الشيء اللي تهدم بالجسم ان كان من نقص فيتامينات او غيره، قد ايه بيتم، يعني بنحكي عن الوقت اللي لازم الشخص ياخذ فيه سواء الكورس اللي بيكون موصوف له من طبيب بعد تحاليل، اضافه قلنا خلص النمط الغذائي هو مدى الحياه، تمام، بده يكون بشكل جيد. هون نعتمد انا حسب الحاله المرضيه، حسب شده الحاله المرضيه اللي انا موجوده عندي، في علاجات بتقتصر عني انا اخذ مكملات غذائيه بالاضافه لغذائي اليومي العادي، اخذ انا مكملات على شكل اقراص دوائيه، وفي حالات ثانيه لا انا بتجه لانه انا بدي وصله للدم فورا فباخذ مكملات مثل فيتامينات وغيرها عن طريق الدم، فبتختلف حسب الحالة، وبالنهاية الحالة بتكون بحددها الطبيب وشو المناسب لإلها. نعم، بدنا نتشكرك كثير لوجودك معنا ولكل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها، شكرا لك. شكرا لكم، سعد صباح. إن شاء الله هدول النصائح يوصلوا لكل أسرة سورية وولهم نحن، يعني لنقدر نبني هذا الطفل بشكل سليم وبعمر كتير صغير. نشكر حضورك وأهلا وسهلا فيك. شكرا لكم. أما هلا نحن حنروح ضمن تقرير وتحت عنوان المسؤولية الطبية، أقامت نقابة الأطباء في سوريا بالتعاون مع وزارة العدل ندوة طبية قضائية في صالة نقابة الأطباء في أبو رمان. هنكون بتفاصيل أكثر ضمن التقرير التالي.
تحت عنوان المسؤولية الطبية، أقامت نقابة الأطباء في سوريا بالتعاون مع وزارة العدل ندوة طبية قضائية في صالة نقابة الأطباء بأبو رمانة. الندوة قضائية طبية حقيقة الهدف منها هي حماية الطبيب والمريض في آن واحد، وضع ضوابط، الأمل أنه يوضع ضوابط فيما بعد لحماية كما قلنا الطبيب والمريض، إلى أين حق الطبيب وإلى حق المريض أسوة بباقي دول العالم. المطلوب من هذه الندوة هو مسؤولية طبية تتناول عمل الطبيب بغض النظر عن اختصاصه، وحتى ليس الطبيب فقط، لكل عامل في مجال الصحة. ندوة طبية قضائية أقيمت بالتعاون ما بين وزارة العدل ونقابة الأطباء في الجمهورية العربية السورية. هذه الندوة تهدف إلى التعريف بالمسؤولية الطبية والخطأ الطبي وأنواع هذا الخطأ ومسؤولية الرجل المعتاد وغير ذلك من الأمور القانونية. هذا الأمر يهم كثيرا الأطباء، ويهم أيضا السادة القضاة الذين يقومون بالحكم بمثل هذه المسائل أو الذين يقومون بالتحقيق بمثل هذه المسائل. والندوة هي عبارة عن تبادل للأفكار ما بين النقابة وبين الوزارة بهدف تحسين وضع عمل الأساتذة الأطباء وجعلهم لا ينظرون إلى الأحكام التي تصدر بحق البعض منهم بأنها أحكام جائرة. الندوة هامة جدا، هي طبية قضائية لحماية الطبيب، للتوضيح على واجبات الطبيب والحقوق عليه. أنت لما بيكون في إضاءة بالعناوين المذكورة يعرف الطبيب ما له وما عليه، وأيضا المواطن يأخذ حقه أيضا بشكل كامل. هناك مواضيع جريئة وإشكالية بين في المجتمع يجب الإضاءة عليها من ناحية طبية ومن ناحية قانونية. ندوة متميزة جدا، هو عبارة تكاد تكون الأولى من نوعها. الندوة تتعلق بلقاء هام جدا بين السادة القضاة والنواب والتعاون مع وزارة العدل ونقابة الأطباء وكل من له علاقة بما يتعلق بموضوع وضع أسس وأطر للمسؤولية الطبية. الندوة التي تستمر على مدى يومين تتضمن 4 جلسات تهدف إلى التعريف بواجبات الطبيب وحقوقه ومعرفة المسؤولية الطبية وتبادل الأفكار بين القضاة والأطباء. موضوع كتير مهم اللي شفنا التقرير عنه. صحيح. يمكن نحن بهذا الوقت فعلا بحاجة لتعزيز شو يعني المسؤولية الطبية، لأن صرنا نشوف بالفترة الأخيرة أخطاء طبية كتير. النهاية يعني المريض أو المواطن هو الشخص الوحيد يعني عم يكون الأثار سلبية بشكل كتير كبير عليه. أكيد. هلا رح نروح لفقرتنا التالية ورح نحكي شوي فيها عن الصحة الجسدية والروحية. هذا الشيء بنلاقيه دائما باليوغا، اللي هو طبعا مو بس رياضة، هي مهارة وأسلوب حياة يمكن معروف من آلاف السنين، وقدر من خلال طبعا الناس اللي بيمارسوا اليوغا أنه يقدروا يسيطروا على حياتهم ويقدروا يمشوا بطريقة مختلفة. أكيد أكيد سلمى، وكلنا بنعرف يعني حتى الأشخاص اللي ما عندهم كتير اطلاع على ثقافة اليوغا، ولكن في معلومات عامة أنه هي كتير بتحافظ على التوازن النفسي، بتخلي عنا ثقة بحالنا أكبر من خلال يوم التدريبات اللي وهدوء وريلاكس بهذا الجو المشحون. شايفت لك نحن بهذا الوضع بنضل عاملين عاملين يوغا كل الوقت. أكيد غير الشيء الإيجابي اللي ممكن يستفاد منه الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. صحيح. وقت اللي بيخضعوا لتدريبات من حدا مختص أكيد حتكون نتائج إيجابية. لنحكي اليوم عن اليوغا وعن هاي الحركة اللي لازم كلنا اليوم نساويها واليوم وبكرة. هدوا روقوا. رح يكون ضيفتنا لليوم الكوتش سلام الخطيب. سعد صباحك. صباح الخير. رايقة والسعادة والرواق للجميع. صباح الحركة شفتيها تعلميها، هي أول حركة سلمى. خلص أنا بتعطيني كورس بعد الحلقة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. خلينا نبلش ونحكي أكثر عن مفهوم اليوغا اليوم، قد ايه اختلف وقد ايه دخل عليه أيضا تطور. بالنسبة لليوغا هي نظام حياة متكامل، جسد وفكر وروح، مثل ما تفضلتي انه هي مجموعة من التقنيات لحتى نوصل لمرحلة من التوازن، من الهدوء، من السلام الداخلي. كمان بتعطينا قوة وقدرة على التحكم بانفعالاتنا وردود أفعالنا ومشاعرنا تجاه الأشخاص والأحداث أيضا. طيب
عم نحكي اليوم بشكل عام كمفهوم، اليوم إذا بدنا نروح للأطفال ونخص الأطفال ضمن مساحتنا، بأين عمر اليوم نحن قادرين نوجه طفلنا لتمرينات اليوغا؟ وخاصة يعني بنسمع بيقولوا إنه هي كتير بدها تركيز، والطفل بعمر ما بيكون مانو كتير مثلا إنه هو قادر إنه يستوعب من الأخصائي كيف حيكون بهذا التمرين. بالنسبة لليوغا اللي بيميزها عن باقي الرياضات إنه هي الطفل فيه بلش باليوغا من هو جنين ببطن أمه. كيف هلا نحن اي حركه جسديه الام بتقوم فيها تمام تعطيها حاله من التوازن والهدوء والراحه، فبالتالي رح ينعكس ايجابا على الطفل. والكلام طبعا المعاكس انه في حال كانت هي بحاله ما انا مرتاحه ستريس، هذا الشيء كمان رح ينعكس سلبا على الطفل. فبالتالي دائما نحن بننصح الام الحامل انه فعلا هي كمان تمارس اليوغا، لانه بتساعدها هي على الصعيد الجسماني والنفسي وبتساعد طفلة أكيد. وكمان في عنا بعض التمارين اللي بتساعد أيضا على تسهيل عملية الولادة مثل تمارين فتح الحوض والأمهي. إنه اليوغا للسيدة الحامل قد مفيدة، لكن في كتير ناس هلا بس يسمعوا حديثنا ممكن ياخذوها بمسخرة ويضحكوا ويقولوا شو يعني إنه جنين وبده يتعلم وكذا، وما اختلفنا من هاي اللي كتير بنسمعها للأسف. ولا صار السوشيال ميديا بيسمع مقطع من مقابلة وبيبلش يركب عليها قصة، مشان ما ندخل بهي التفاصيل لا نحن ولا أنت، خلينا ندخل فعلا جديا. يعني اليوم أنا عندي طفل بدي بلش علمه يوغا، أي سن بقدر وكيف؟ جديا رح أرجع ركز على الفكرة حتى اللي بيحب كمان فعلا مثل ما تفضلتي، نحن صار كتير في سجالات وقصص بتخص هذا الموضوع. تماما، إنه شو هذا الحكي مانو منطقي، شلون طفل بده يمارس يوغا وهو ببطن أمه؟ نحن هذا الشيء نفذناه على أرض الواقع من خلال مهرجانات اللي منقوم فيها تمام. فنحن فعليا في كان سيدة حامل وهي قامت بعرض متكامل لليوغا، فالناس شافت على الأرض ونشرنا هذا الشيء على صفحتنا كمان اللي بيحب يرجع يطلع على هذا الموضوع أكثر. ففعليا هو في يبلش من هذا العمر لحد ما يستقبل الحياة. ونحن في عنا مركز خاص لتعليم يوغا الأطفال وتدريبهم، بيبلش عنا في أطفال عم يجوا عنا من عمر 2.5 و3 سنوات لعمر 13-14 سنة تمام. فطبعا أكيد وفق برنامج معين وفق خطة معينة بينشغل مع الطفل. تمام. هلا اليوم سلمى ركزت على هي النقطه لانه كان في تنمر على كمان فكره انه الطفل بعمر كجنين كمان بيسمع موسيقى صح. فنحن علميا بنعرف هي القصه، ولكن تفاجئنا برده فعل الناس انه بيسمع موسيقى هو ببطن امه. فليك اليوم حبينا تركزي اكثر على هذا الموضوع. اليوم نحن عم نحكي ابحاث ودراسات علميه صح. اكيد. طيب حكينا نحن عن العمر، خلينا نحكي عن الوقت. يعني اليوم التمرين متعب يعني صحيح؟ هلا بالنسبه للوقت كثير في عالم بتجي انه انا ما رح اقدر خلي ابني كل التمرين. طيب اوكي، نحن رح نبقى الوقت يلي بيقدر يضل فيه الطفل ما في اي مشكله، فيكي تنسحبي وتاخذيه. فالام بتتفاجئ انه نحن اول ما بيجي الطفل نحن بنبلش البرنامج تبعنا كيف، اول شيء بنبذل مجهود عالي. بعد الطفل ما يبذل هالمجهود هذا بيعمل استرخاء تمام، نعمل ارتفاع بنبضات القلب تمام، كمان موجات الدماغ ما رح تكون منتظمه وقت نعمل هالمجهود العالي. بنحط الطفل أول شيء بدنا نقعد نعمل تأمل بنسميه تأمل النفس أو تأمل الصمت، يلي هو بس بدنا نحط نتنفس ونحط إيدنا على قلبنا ونشوف كيف نبضات قلبنا رح تهدى مع هذا النفس. نحن الطفل لما نعلمه كيف يتنفس وهي أول مرحلة وأول خطوة لليوغا سواء للأطفال أو للكبار، نتعلم كيف نتنفس. بس الطفل تنفس الجملة العصبية بالكامل رح تهدى، فبالتالي الطفل رح يكون مستعد لأنه يستقبل أي أمر أو أي تمرين نحن بدنا نتوجه له فيه. وبالتالي ايضا كمان التنوع بالتمرين باسلوب التمرين بالطريقه اللي انت عم تعطيها للطفل، هذا هو بيخليه كل ما زاد ممكن الوقت كل ما بتزيد الاستجابه كمان اكثر. طيب في بعض التمارين نقدر نعملها او حتى يعني نحكي شوي عن تفاصيلها لكل يلي عم بيتابعنا؟ تمام، نحن ابسط واول خطوه نحن رح برجع عيد لحضرتك هو تمرين النفس. يلي بعد ما نبذل مجهود واعي بدنا نعلم الطفل كيف يكون بجلسه صحيحه سواء نحن على كرسي او مقعد قاعدين، اذا بتحبوا كمان تجربوا معنا نشتغل معك هي فرح يكون تماما. الكتفين مفتوحين، العمود الفقري على استقامه واحده، الكف اليمين على البطن لانه تحريك عضلات البطن للداخل هي اساس النفس السليم تماما، الخارج بتساعد على امتلاء كامل الرئتين بالأكسجين وصولا طبعا لقاعدة الرئتين.
بالزفير بدنا نحرك عضلات البطن للداخل، تمام؟ أنا عم بشرح بس التمرين قبل نحن ما نأدي. فسحب عضلات البطن للداخل كمان كرمال نطرح كل التعب وكل العوالق الموجودة بقاعدة الرئتين. الكف الثاني رح يكون باتجاه القلب لحتى نحن ما يكون النفس صدري أو ترقوي، تمام؟ نركز أكثر على حركة البطن. فمنبلش أول شيء بدنا نركز الظهر جالس مثل ما اتفقنا، الكتفين مفتوحين، اغماض الأعين، منبلش ناخد شهيق وزفير هادئ ولطيف من فتحتي الأنف، مع الشهيق سحب عضلات البطن للخارج، مع الزفير سحب عضلات البطن للداخل. طبعا مع تكرار هذا النفس لعدة دورات أكيد مو من أول نفس أوكي، فنحن رح يفرق معنا الموضوع لما نحن منكرر عدة أنفاس هادئة. الطفل إنه كوتش نحن شو في قلبي، ما بقى أنا ما بقى حسيت، تمام؟ صرت أهدى، صرت ألطف، تمام؟ فهو بيفرق معه للطفل، واستجابة الطفل كتير واضحة وجلية يعني بتلاقيها خلال التمرين. ذكرنا بالمقدمة أنه أيضا اليوغا إلى نتائج إيجابية على الأرض على الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، خلينا هيك شوي نعطيهم مساحة أكبر كمان. تماما، نحن الفوائد إذا بدنا نذكر فوائد اليوغا للطفل الطبيعي أو طفلنا من ذوي الاحتياجات الخاصة ما رح نخلص، لكن رح أنا لخصها بطريقة كتير لطيفة والجميع يعني يكون على دراية فيها. أنه نحن عم نخلق من خلال تمرين اليوغا وممارستها طبعا مع الوقت والاستمرارية، عم نخلق طفل واعي، طفل هو قادر يتعامل مع ذاته بالدرجة الأولى، مع محيطه، مع بيئته، مع رفقاته بالمدرسة. فبالتالي كتير مهم نخلق بهذا الجو وبهي الضغوطات اللي ذكرتيها حضرتك طفل بهذا الوعي. فما بالنا بالطفل ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هو بيكون مقارنة مع الطفل الطبيعي حساسيته أعلى، فبالتالي رح تأثر عليه أكيد كمان بشكل إيجابي. بعض مثلا الحالات يلي بتكون إذا بدنا نحكي توحد أو اضطراب التوحد، فبيكون عندنا بعض الحالات أو الحركات النمطية أو العدوانية ممكن نوعا ما، تمام؟ فمع الوقت ممكن هذا الشيء يساعد الطفل، نحن بالنفس أو بعض التمارين عم ننقله من حالة لحالة، فبالتالي بتساعده. من الأمور المبشرة واللي حابة ضوي عليها من خلال هذا اللقاء اللطيف معكم، أنه صار في عنا مراكز طبعا مفتتحة حديثا، هي تعنى بعلاج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالأمور التخصصية اللي هي نطق ونفسي حركي وأيضا باقي الجوانب الثانية لأي مركز ممكن يقوم فيها، لكن أنه بلشوا يفوتوا اليوغا كعلاج، تمام؟ ومنهم مركز مدى كل الشكر والحب للجهود يلي عم يبذلوها. فكمان هذا دليل على انتشار الوعي وانه هن فعلا تماما وانتشار هي الثقافة ومدى أثره وفاعليته على الطفل. يعني إحنا ما بدنا نشتغل على الطفل بس جسد، أوكي زبطنا له حركة القدمين، النطق عنده، ربطنا النفس بالحركة، لا، إحنا بنشتغل عليه من جوا على روحه، بس كان يعني بحالة من التوازن والراحة فرح ينعكس على باقي الجوانب، وبالتالي رح يأثر عليه بشكل قياسي أكثر، يعني إحنا بوقت أسرع وبنتائج مبهرة. طيب بما أنه حكينا اليوم وقلنا يمكن اليوغا هي بتعتبر من الرياضات اللي السهلة شوية على الناس، ما أنا كتير صعبة لممارستها ولكن بحاجة لاستمرارية، قد إيه الوقت اللي ممكن الشخص يبلش فيه لحتى فعلا يدخل ويصير ملتزم باليوغا وتصير هي نمط حياة؟ تمام، هلأ نحن كل ما بلشنا أكيد أي يعني ممكن نحن مراكزنا بنستقبل، مثل ما خبرت حضرتك صار في عنا تمرين خاص هو للأطفال الأعمار اللي ذكرتها لأعمار كبيرة، يعني حتى من الدورات اللي نحن عملناها مؤخرا في ناس بعمر 70 سنة عم تجي تخضع لدورات وتقوم بتمارين، يعني فنحن بنتفاجأ بهذا يعني اللطف أو الحالة اللطيفة اللي عم توصل للناس. فما في عمر معين، ما في وقت معين، اللحظة اللي نحن بنلاقي إنه جاهزين وفي عنا وعي لنخوض هاي التجربة رح يكون هذا الوقت المناسب لإلنا، لأنه هي بالنهاية رحلة، يعني ما هي والله أنا مثلا عملت تمرين وخلص مشي الحال حصلت على الشيء اللي بدي إياه، أسلوب ونمط للحياة الصحية السليمة. حتى في صبايا كوتش بيروحوا لموضوع اليوغا كرمال الوزن،
صحيح. يعني كرمال تخسر كم كيلو زيادة عندها بجسم اليوم، كيف اليوغا قادرة تأثر على موضوع الصحة؟ تماماً، كيف قادرة تأثر؟ أنا ذكرت أنه هي بميزة عن باقي الرياضات هي النفس المرافق للحركة أو التمارين للأسانة يوغا، الحركة الجسدية اللي منقوم فيها. نحن وضعية الثبات مع النفس هي اللي بتساعد على حرق الدهون. يعني ممكن في تمارين نحن نقوم فيها تمام، او لما بتزورونا بالمركز بتشوفوا انه في ناس ان انا ما كنت متخيله اليوغا هيك، متخيله اليوغا خلص هيك وخالصين تمام. في كثير تمارين صحيح، في كثير تمارين. هلا انت اعطيتينا بس النفس صحيح، كان كنا لازم ناخذ هيك شيء ثاني كمان. ممكن اكيد بمرات قادمه اكيد نحن كثير. طيب هذا النفس اليوم عم يساعد بتنزيل الوزن، اليوم في مده معينه للوحده ان اي حدا ياخذ نتائج اليوم نشوف في فرق اليوم؟ المدة مرتبطة بالنظام الغذائي اللي أنا حاطته، نعم، بالالتزام باستجابة جسده تمام. فهالأمور كلها يا تب تلعب دور. يعني أنا ما بكفي أعمل يوغا وأرجع على البيت ماني ملتزمة بنظام غذائي تمام، لأنه هاي الأمور كلها تب النهاية. يعني لكل شيء مثل ما بنقول شيء، يعني أنا بدي يكون في عندي نظام غذائي من قبل مختص إضافة للتمرين والتزامي بالتمرين، فهذا الشيء أكيد رح نلمس أثره بعد فترة. طيب خلينا نحكي اليوم شوية نصائح لكل الأشخاص اللي هن مو متعودين على اليوغا ويمكن أول مرة يدخلوا. بنعرف أي حدا بيعمل أي نوع رياضة بتكون بداية شوي صعبة، خصوصا إذا ما كان مارس الرياضات بحياته أو ما من الناس اللي مثلا بيمشي كتير أو بيعمل مجهود عضلي. هل اليوغا بتكون أخف بالبداية بالتعلم ولا لا؟ كل الرياضات نفس الشيء؟ هلأ ممكن إيه تكون أخف، لأن إحنا منراعي موضوع العمر، الفئة اللي نحن جاي لعنا، الحالة الجسمانية. يعني نحن ممكن نبلش تمريننا على بحالة جلوس، نعم، تمام، إذا في حال عنا أي مشاكل صحية. وعادة نحن دائما مننبه على أي متدرب بيزورنا بأي مركز سواء بدمشق وريفة أو بالمحافظات السورية، إنه نحن يا ريت تخبرنا شو المشكلة الصحية اللي بتعاني منها لحتى نقدر نحن في موانع نساعد. اليوم لحتى مو لكل الأشخاص اليوم نحن خرج إنه تفوت بهي القصة، صح؟ هلا نحن في نروح لكل الأشخاص بس بوعي. يعني أنا ما فيني يكون عندي مثلا ديسك وروح أعمل تمارين كتير قوية وقاسية حأذي حالي تمام، حيصير في عنا أذية. لا، نحن بدنا ندخل هاي الرياضة لحتى تساعدنا، لحتى تعالج. ممكن بداية تكون علاجية، بعد فترة نحن لقينا في تحسن، في أقلمنا مع التمرين، ممكن نحن نزيد وتيرة التمرين سواء بالثبات أو بالقوة. فنشتغل على هذا الأساس مع المتدرب، بس مثل ما خبرت حضرتك بوعي بده يكون أكيد دائما. الوعي نحن منراهن عليه بكل أمور حياتنا. بنشكرك اليوم كوتش لحضورك، وإن شاء الله هيك ناخد بذول نصائح حلوين ونبلش نطبق على الأرض بشكل صحيح. شكرا كتير لألكم، يعطيكم ألف عافية. بنصح الكل طبعا يزورنا بمراكزنا إن شاء الله، ويزور صفحتنا على الفيسبوك لأي استفسار أي نصيحة، كمان لحتى يتابع باقي الأنشطة اللي عنا المركز السوري لليوغا والتأمل إن شاء الله. شكرا كثير لك لوجودك معنا. شكرا كثير للجميع. اما هلا رشان رح نروح لمحطتنا التاليه، وتحديدا من محافظه حلب، وضمن فعاليه احتفاليه ايام الثقافه السوريه تراث وابداع، تشهد حلب عدد كبير من النشاطات الثقافيه، منها معرض للكتاب والفن التشكيلي وغيرها من الانشطه. تفاصيل اكثر بتقرير زميلنا وليد هناي. ضمن فعاليات احتفالية أيام الثقافة السورية تراث وإبداع، تشهد حلب عددا كبيرا من النشاطات الثقافية، من إقامة معارض للكتاب والفن التشكيلي وغيرها من الأنشطة التي تلبي جميع أذواق وشرائح المجتمع. طبعا الجانب الثقافي وأهميته هو يبرز دور وتاريخ البلد بالشكل العام، لا سيما هنا في محافظة حلب التي تهتم بهذه الجانب الثقافي والتراثي. تنطلق الفعالية على عموم جغرافيا محافظة حلب بعدد كبير من الفعاليات، منها معارض فنية تشكيلية، معارض للكتاب، حفلات فنية موسيقية وحفلات غنائية. لدينا أيضا لعشاق السينما عرض عدد من الأفلام السينمائية من إنتاج المؤسسة العامة للسينما. مشاركين نحن ضمن احتفالية أيام وزارة الثقافة السورية، طبعا اليوم كانت تحت عنوان تراث وأبداع، وطبعا قدمنا نحن برنامج للسيدة فيروز وهو كان بالتزامن مع يوم ميلادها، وقدمنا أيضا أعمال السيدة فيروز تقريبا يعني من كافة أغانيها ومن كافة ألحان الرحابنة.
طبعا هذا الموضوع كان الهدف من هذا الموضوع هو تنمية الزائقة الفنية لكافة الأجيال وجيل الشباب حصرا. الإرث الفني للمطربة الكبيرة فيروز كان حاضرا في قلوب الجميع ضمن الحفل الفني الغنائي الذي حمل عنوان جارة الوادي، حيث تم تقديم كوكبة من فناني وعازفي فرقة وكورالي هزام بقيادة المايسترو أحمد قاسم العديد من أغاني فيروز كتحية لها. وليد هنايج، الإخبارية السورية، حلب. أما هلأ سلمى، بنهاية محطاتنا الصباحية لليوم حنروح لفقرة أيضا تعلق شوي باليوغا ولكن بمجال تاني. اليوم مثل ما عرفنا اليوغا بتحاول أو بتشتغل على الثقة بالنفس، أيضا اليوم بالتنمية البشرية في مهارات تشتغل أيضا على الثقة بالنفس وعلى الشيء الإيجابي لكل شخص فينا، إن كان على النفس البشرية وإن كان على المحيط. اليوم رح نحكي ضمن التنمية البشرية وحنروح مع الأستاذ أحمد شمدين أخصائي نفسي ماجستير حماية الأسرة لنحكي أكثر عن مفهوم جديد ضمن هذا المجال. يسعد صباحك أستاذ وأهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك وصباح المشاهدين الكريم. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا فيكم. بالبداية خلينا اليوم رح نحكي عن طرق اكتشاف الذات وتطوير نفسنا، أو المفهوم اللي بنسمع عنه كتير اللي هو الشخص عنده ذكاء عاطفي وشخص لا يمتلك ذكاء عاطفي، شو بنقصد بهذا الموضوع؟ هلا قبل ما نحكي إحنا عن الذكاء العاطفي بدنا نحكي عن مفهوم الذكاء المتعدد. إحنا اليوم في عنا أنواع للذكاء، إجت نظريات جديدة من هي بلشت تنشأ أو بلشت تاخد صدى بالتسعينات. نعم. صار في عنا أنواع متعددة للذكاء، بلشت مع عالم النفس المشهور جدا اسمه غارتنر، حكى بشيء اسمه نظرية الذكاء المتعدد. قال إحنا في عنا 10 أنواع للذكاء بآخر تطوير رائرة. نعم. طبعاً بالألفينات. نعم. حكى عن الذكاء الأكاديمي اللي بتقيسه المدرسة اللي هو ذكاء لغوي ذكاء علمي، وبعدين ضاف لهم أنواع تانية من الذكاء، ذكاء سمعي ذكاء بصري ذكاء حركي، حكى عن ذكاء مكاني، هذا نفسه الذكاء المنطقي هو الذكاء المنطقي الحسابي. نعم. هذا النوعين الذكاء المشهورين الاثنين التقليديين. وضاف لهم كمان الذكاء الوجودي وذكاء الاتصالي، ومؤخرا ضاف لهم نوعين من الذكاء اسمه الذكاء الطبيعي والذكاء المكاني. هذا كذكاء متعدد. طيب الذكاء العاطفي شو فكرته؟ نحن اليوم لما راقبنا الأشخاص ذوي الذكاء المرتفع، معدلات الذكاء المرتفع التقليدي اللي هو الآي كيو، لما اجت دراسات راقبتهم على مدى فترات طويلة من الطفولة، الأطفال اللي كان عندهم مستويات عالية من الذكاء لوقت وصلوا لعمر معين لأعمار كبيرة وقاست مستوى نجاحهم، تفاجأت هالدراسات أنه قسم كتير منهم إما عانى من الفشل أو عانى مستويات معقولة من النجاح، وقسم صغير هو اللي نعمل يعني نجاح استثنائي. طب شو السر؟ إذا رحنا المقياس الذكاء يعني نحن عندنا المقياس الرئيسي للنجاح كان الذكاء، وهدول عندهم الذكاء الكافي، ليش ما نجحوا؟ رجعنا لفكرة تانية، الإنسان مما يكون من عقل وعاطفة. بما أنه إحنا قسنا العقل بدنا طريقة نقيس فيها العاطفة، ومن هون نشأنا ونشأ مصطلح شيء اسمه الذكاء العاطفي اللي هو طريقة قياس لطريقة تعاملنا مع عواطفنا وربطه بذكائنا المنطقي. فلان كنا قبل عم نحكي عن آي كيو، صرنا عم نحكي عن إي آي كيو أو إي كيو اللي هو إيموشنال. فشو يعني ذكاء عاطفي؟ يعني أنا قدرتي على الوعي بنفسي، فهم ذاتي، فهم مشاعري الذاتية أنا، وتفهم مشاعر الآخرين، وإدارة هذا الموضوع واستغلاله لصالحي أو اتخاذ قرار. لأنه دائما إحنا نحكي عن ذكاء بنحكي عن اتخاذ قرار. اليوم نحكي عن التوازن بين العقل والعاطفة، فينا نقول يعني إلى حد ما. يعني هي اليوم دراسات شو قالت؟ أول شيء هذا المصطلح متى نشأ وفعلا صار ترند كمان بالتسعينات بال95 على يد كاتب وصحفي ومختص اجتماعي اسمه دانيال جولمان، وكتابه مشهور جدا اسمه الذكاء العاطفي. بداية من ال95 لليوم احنا عم نحكي عن اكثر من 3000 بحث وكتاب عن موضوع الذكاء العاطفي. فهو شو قال؟ قال انه احنا حسب احصائياته، وطبعا هذا الموضوع لسه موضوع خلاف، انه 90% من مكون النجاح للانسان غير مرتبط بذكائه المنطقي، وانما مرتبط بمجموعه اخرى من المهارات، وهالمهارات صنفها تحت الذكاء العاطفي. وعلى الاساس بلش يتعامل بهذا الموضوع، وقال انه هذا الذكاء له مكونات. مكونات الذكاء هي 5، بتبلش بشيء اسمه الوعي بالذات، بعدين تنتقل لشيء اسمه تنظيم الذاتي، بعدين بتنتقل لشيء اسمه الموتيفيشن اللي هو تحفيز، بعدين تنتقل لشيء اسمه الامباثي التعاطف، واخر شيء بتروحي على السوشيال سكيلز اللي هي المهارات الاجتماعيه. هدول هنن مكونات الذكاء. يعني اذا رحنا لموضوع الذكاء المتعدد، اذا رحنا لجولد ما الى غارتنر، يعني هو يعني يتضمن
الذكاء الاتصالي، يتضمن الذكاء الوجودي، يتضمن الذكاء الذاتي. هذول المكونات كلها مع بعضها دمجوها وحكوا عن شيء اسمه ذكاء عاطفي، وبلشت الدراسات والمقاييس. اليوم حتى اليوم في طرق لقياس الذكاء العاطفي، اليوم في اختبارات بتقوم فيها ذات مصداقية إلى حد ما لحتى أنت تقيس ذكائك العاطفي، لأنه هو هذا الذكاء هو اللي بيعطيك مجموعة من الإمكانات والمهارات للتعامل مع الآخرين. أنا كيف استفيد من الذكاء العاطفي؟ أنا اليوم لما بنحكي عن مرحلة اسمها تفهم مشاعر الذات، لما بعرف أنا اليوم أنا غاضب أو حزين أو متوتر، ليش غاضب؟ ليش حزين؟ ليش متوتر؟ شو الأسباب؟ هل السبب هو الموقف المباشر؟ هل السبب وجودي هلأ الآن بالاستوديو أنا يعني؟ لأنه هيك متوتر؟ أو لأني مواثق بمعلوماتي؟ أو لأني ما حضرت التحضير الملائم؟ لما بعرف الأسباب بقدر اتحاشى نوع التوتر، أو إذا حاصر هذا التوتر ما خليه يظهر للمشاهد ويظهر للمتابع. أنا اليوم حتى كإعلامي بشغلي اليوم أنا بالعمل صار موقف معين مع مديري، ومديري سمعني حكي وأسأل إلي بطريقة معينة أو يعني أنبني، الموقف الطبيعي والأشخاص اللي عندهم ذكاء مستوى خلينا نقول متدني أو ضعيف من الذكاء العاطفي يقول بما أنه مديري أنا اليوم تعامل معي بهالطريقة فأنا صار لازم أترك هذا العمل. الشخص الذكي عاطفياً بيدرسها من أكثر من ناحية. الناحية الأولى يدرس نفسه، هل أنا كنت مقصر؟ هل كنت أستحق هذا التأنيب؟ أم هو سبب خارجي؟ فبالتالي تعامل معه بموضوعية. إذا هو سبب خارجي فأنا هذا التأنيب لا أستحقه، فبالتالي ما في داعي أنا أتعامل معه يعني بجدية أكثر من أنا ما أعطي أكثر من حجمه. طيب هذا التأنيب وهذا مديري نفسه اللي اليوم عم يأنبني، ليش أنبني؟ هل لأنه هو كمان مديره أو الأشخاص المسؤول هو أمامهم كمان هن حيوجهوا له انتقاد، فبالتالي هو عم يفرغ هذا الانتقاد فيني؟ فأتفهم إنه هذا الشخص بهذا الانتقاد اللي هو يعني هو بالأساس عم يعكس انتقاد شخص آخر علي. مجرد تفهمي لهذا الموضوع صرت عم تعامل مع الأمر كله بطريقة مختلفة، إنه هي مرحلة أو موقف وأنا مديري ممكن صالحه بكلمتين، وممكن أنا حسن أو غير هذا الموضوع كلياته وحسن عوامل البيئة الخارجية وعوامل البيئة الداخلية، وأنا بالنهاية صير موظف مثالي نتيجة هذا التأنيب. طيب أستاذ أحمد خلينا نحكي شوي اليوم الذكاء العاطفي كمان مقابل ومفهوم آخر كمان نحكي عنه بالفترات الأخيرة اللي هو الذكاء الاجتماعي، كيف الشخص بيقدر يتعامل بحياته الاجتماعية بالعموم الذكاء العاطفي مع نفسه مع مشاكله والمشاكل اللي بيتعرض لها، شو الفرق بين الاثنين؟ مشان هيك أنا بلشت أشرح بشيء اسمه الذكاء المتعدد، وحكينا عن الذكاء العاطفي والذكاء التقليدي. بالذكاء المتعدد نحن نحكي عن شيء اسمه ذكاء اجتماعي، بينما لما نحكي احنا عن ذكاء عاطفي وذكاء كلاسيكي او ذكاء اكاديمي فغالبا بيكون هذا الذكاء الاجتماعي هو مرحله متقدمه من الذكاء العاطفي. بس التفريق الاولي اللي اليوم انت رحتي عند مدرب التنميه البشريه او حدا مختص لما بيبلش بيفرق بيقول لك الذكاء العاطفي هو طريقه تعاملك مع ذاتك، طريقه تفهمك لنفسك، كيف تتعاملي مع نفسك، بينما الذكاء الاجتماعي كيف تتعاملي مع الاخرين. فانت بالذكاء العاطفي بتتعاملي مع نفسك، تفهمي نفسك، تعرفي حوافزك، يعني بتعرفي تحفزي نفسك. الشخص الذكي عاطفيا هو شخص قادر على تحفيز نفسه، هو ما بحاجة لتحفيز من الآخرين، هو شخص منيع ضد التنمر، منيع ضد التعليقات المسيئة، ما بيخلي آراء الآخرين السلبية الغير المنطقية. اليوم عم نحكي عن صفات، هلأ نحن عم نحكي عن صفات الشخص اللي بيمتلك ذكاء عاطفي. هي مو صفاته، هي مفرزات الذكاء العاطفي المرتفع نقدر نميزه من خلالها نحن. هو بيقدر يميز نفسه، المهم الذكي العاطفي يميز نفسه بالبدايه لانه هو اصلا مرتبط بذاته. بس ولكن هو انعكاسه كمان على الاشخاص اللي حواليه، انعكاسه على الاخرين. شلون بتميزي انت؟ هو شخص واثق من نفسه، صحيح، هو شخص يتقبل النقد السلبي، هو شخص لا يتاثر باراء الاخرين، هو شخص حتى بحالات الغضب العارم قادر يتحكم بانفعالاته، قادر يحل المشاكل، ما بيحب شيء اسمه هروب دائما. انه بيحل مشكلته ما بيروح لموضوع الهروب. وذكرت حضرتك مثال المدير وقت يعني وجه له كلمتين، في شخص قال لا انا راح اترك، في شخص قال انا راح حل. القصد هو ما بيهرب للتفسير السهل، التفسير السطحي. اما هو اذا كان الحل انه انا حاليا ما واجه هالمشكله، العكس الذكي عاطفيا بحاله الانفعال اذا لقى مديره منفعل والحق مو معه، يعني الحق على المدير، بيتعامل مع الوضع انه هو حاليا بيستوعب غضب هذا المدير وبيمتصه وبيتجنب حديثه، وبعدين متى ما خلصت فوره الغضب بعد ساعه او ساعتين بيرجع بيدخل على مديره بلا استاذ بس لو سمحت احنا كان الوضع 1 2 3 بشرح له شو كان الوضع، يكون هذاك كذي وبلش يتفهم عليه. فهو من هون التف على الموضوع. يعني هو ليش مو شرط يكون شخص مجابه، هو شخص يعرف متى يجابه. يعني هو هذا الفرق، يختار التوقيت المناسب للمجابهة. حلوة هاي الجملة، بيعرف ايه ما تجابه. صح، وهي يمكن حتى بحياتنا دائما بنقول لازم يكون في حدا هادي وحدا معصب، اذا الاثنين عصبوا بنفس الوقت ف المشكلة بعمرها ما راح تنحل، بجوز تتفاقم أكثر وتزيد أكثر.
طيب شو نعمل اذا كانوا اثنين معصبين؟ شو بنعمل؟ بدنا نشوف هون بيظهر بقى مستويات الذكاء عند هدول الشخصين. اذا عندي اثنين شخصين غاضبين، شخص مستوى الذكاء العاطفي تبعه خلينا نقول عادي متوسط، وشخص مستوى الذكاء العاطفي عنده مرتفع جدا. هل يعني الشخص اللي عنده ذكاء عاطفي عالي ما بيعصب، ما بيكتئب، ما بيحزن؟ لا كلهم، بس هو قادر يضبط يعني خلال هذا الغضب. الشخص الاول بلش يرتفع، يعني ترتفع حده صوته بطريقه كثير مرتفعه، يحكي كلمات ممكن مسيئه، تطلع منه قرارات انت مطرود، انت لازم هذا الشغل ما بصير، يفض شراكه معينه، ينهي زواج، يطلق. يعني هذا الشخص اللي عنده مستوى ذكاء عاطفي متدني او متوسط حسب شده الموقف. بينما الشخص الذكي عاطفيا وهو غاضب بقمه غضبه وقمه انفعاله بيدرك، وقف لحظه مع نفسه، بيفكر، يعني بيقدر يعد. يعني هي واحدة من المهارات انه بيقول لك عد ثلاثة وعد الخمسة وعد العشرة قبل ما تحكي الكلمة، فهو قادر يعمل هاللحظة هيك الفارق الزمني الصغير بذهنه ويعد للعشرة بذهنه انه انا حاليا غاضب، دير بالك تتخذ اي قرار هلا، اي عصب، احكي اللي بدك بس لا تعمل اي قرار، يعني لا 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 تطرد موظف، لا تتخذ قرار اداري، لا تتعامل مع، لا تحكي كلمة مسيئة لزوجتك، او تحكي كلمة او توصل للطلاق معها، او يعني تلقي يعني نفض نابي لابنك او صفة معينة، لعصب خانق اخي كسر معلش، بس لا تتخذ اي قرار. هذا اذا كان مستويات الغضب المرتفعه جدا. الشخص الذكي عاطفيا قادر يضبط هذا الموضوع، وهذا على فكره واحد من المستويات. بس المستوى المتقدم هو قادر ما يظهر غضبه اصلا، يكون عم يغلي من جوا بس يظهر كشخص هادئ. هذا اللي عم تحكي عنه الشخصين، لازم يكون شخص عاصب مهدي. الهادي هو شخص ممكن يكون عم يغلي من جوا وغاضب اكثر من الشخص اللي امامه بس ما عم يظهر ابدا هذا الشيء ممكن. وهون ببلش الجانب السلبي للذكاء العاطفي، استفزاز الشخص الآخر. يعني أنا عم اتلاعب صرت بالشخص الآخر. هذول الانعكاسات لأنه مزبوط هذا مستوى متقدم من الذكاء العاطفي اللي هو واحدة من سلبياته. ليس مستفز، المستفز هو عنده ذكاء عاطفي بس عم وصفه باتجاه معين طريقة سلبية. هذا المستفز المستفز إذا قصد أنه يستفز ونجح باستفزازه هذا شخص ذكي عاطفيا. أما الشخصية المستفزة اللي يستفز مهما كان بقصد وبدون قصد هذا عنده الملكة بس ما قدر يوجه، هذا مو واعي أنه عنده ذكاء عاطفي، هذا ناقصه التدريب لاستخدام ملكة الاستفزاز اللي هي بدها ذكاء عاطفي. هدول القصص كلها أكيد اليوم أستاذ بحاجة لمهارات لنوظفها بشكل إيجابي بحياتنا، طالما نحن اليوم عم تنعكس على أنفسنا وعلى عملنا على بيتنا مجتمعنا وعلى الأشخاص اللي حوالينا. نتشكر حضورك لليوم، نتمنى لك حياة رائعة وسعيدة. شكرا لكم. فيها هيك شيء من التنمية البشرية، الذكاء العاطفي، التنمية البشرية كعلم وليس كعلم زائف، يعني اليوم في خلط في هدول المواضيع. صحيح. شكرا لك، شكرا كثير لكم، وشكرا للساده المشاهدين. يا هلا. اما نحن سلمى خلص وقت صباحنا لليوم، رحلتنا الصباحيه خلصت معكم مشاهدينا، ان شاء الله يا رب كنا على ذوقكم وقدرنا نقدم لكم الاشياء اللي بتفيدكم بحياتكم اليوميه. بدي اتشكر فريق الفني اللي رافقنا بالكنترول، واكيد للمعدتنا حلا، يسعد صباحك يا حلا، ولكل حدا رافقنا بصباحنا، يا رب هذا النهار يحملكم الخير الصحه والسلامه ورزق الكريم، يكونوا بخير، باي باي. أكيد. وإلك رشا ولكل يلي عم بيتابعنا وين ما كان، سواء عم يحضرنا على البث المباشر أو عم يحضر فقرات يلي عم تنزل أيضا، بدنا نقول تحية لفريق الإعلام الإلكتروني يلي عم نزل كل الفقرات على صفحة الإخبارية وصفحة صباحنا غير. لا تنسوا كمان تتابعونا بالإعادة الساعة 1 بالليل إذا كنتوا سهرانين وفي كهرباء. ضلوا بألف خير، باي باي.